عقيلة ناصر، واحدة من الليديز بايكر، البنات اللي نطلع على موتر سيكل. في 2013 كانت عندي خلينا نقولها شطانة، أو إن أحب المغامرة، أحب مغامرة. فكانت واحدة من الأشياء اللي كنت أحب أو أبغي أجربها اللي هي الموتر سيكل. فرحت بروحي إلى المرور، طلعت كتشة وتدربت وأخذت الليسن، ورحت بروحي دورت لي موتر سيكل وأخذته. بس في 2013 إذا بتقارنها بالحين 2020، ما كان في أحد يشجعني إن أمشي موتر سيكل، أو إن كنت أخاف أكثر من نظرة المجتمع. فيمكن مشيته مرتين بس مو أكثر، ووقفت طبعا إلى 2019. في 2019 لقيت واحدة من البنات اللي ويانا، فهي كان مرة شفتها تمشي يعني، فسألتها وقعدت أسولف وياها، كنا في مكان عام، فهي قامت شجعتني. طبعا من اهم الصعوبات اللي تواجهني كبحرينية جاية من مجتمع قروي او مجتمع بحريني متحفظ، ان هي من عندهم عيب المرة تسوق موتر سيكل. يعني تعرف ايام قبل نفس ما كانوا عيب المرة تسوق سيارة، فالحين نفس الشيء، لحين المجتمع مو قادر يتقبل ان البنية تسوق موتر سيكل. فأني ما زلت أقول للناس كلها أن قيادة الدراجة النارية ما تمس بأي شيء، من ما تخدش بالحياء خلينا نقول. بالعكس، إحنا كلنا بنات ونطلع كلنا جروب واحد، وما فيها أي مشاكل لا دينية ولا أخلاقية. أتمنى أن المجتمع يغير نظرته عن هالموضوع، لأنهم نظرتهم دائماً أن المرأة اللي تمشي دراجة نارية تكون مرأة يمكن ما تتبع العادات والتقاليد أو تتبع منهجنا الإسلامي خلينا نقول. طبعاً الصعوبات اللي تواجهني حالياً هو إحنا كأمهات أو كبنات شوي اللي عندها أهل، عندها عيال، عندها أولاد، عندها مسؤوليات منزلية، فصعب نتجمع كلنا في وقت واحد أو إن نهد مسؤولياتنا المنزلية ونروح حق هواياتنا. طبعا كوننا غير ان ربات المنازل او اللي يشتغلون صعب عليهم يوفرون لروحهم اوقات حق ممارسة هوايتهم.